معايا عبر الهاتف الآن الكابتن عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا كابتن عامر، مشرف ومنور كالعادة. الله يخليك كابتن كريم، أخبار حضرتك إيه؟ وحشنا جدا. الله يخليك، كله تمام الحمد لله. يا رب يخليك. طيب بدايتك كده، أول حاجة هسألك عنها هو منتخب مصر قبل ما نتكلم على أمور كثيرة. منتخب مصر المباراتين الودياتين إن شاء الله في نوفمبر، هل حددت المباراة الأخرى بجانب مباراة المنتخب البلجيكي في شهر نوفمبر؟ لا، حتى الآن هي مباراة بلجيكا بس بلجيكا اللي تم التأكيد عليها. الكلام على الكويت والأردن، هي دي المفاضلة بينهم ولا مش هيبقى في مباراة أخرى؟ في، ممكن نكتفي بمباراة واحدة يعني، لسه الأمور مش واضحة يعني. وإن احنا نكتفي بمباراة واحدة. رأي حضرتك كيف انطلاقة الدوري الممتاز النهاردة كملاعب وكفرق وكمسابقة وككورة مصرية؟ يعني إن شاء الله الأمور تبقى جيدة في الفترة اللي جاية. والله من ناحية الملاعب طبعا أتمنى إن الملاعب تفضل بالحالة دي الموسم كله. احنا عندنا مشكلة دلوقتي الأمطار والجو الصعب، الملاعب بتتغير شوية. إنما بالحالة بتاعت النهاردة ديت استاد أسوان على أعلى مستوى كان. صحيح. حاجة جميلة جدا، استاد الجيش وبرج العرب. أرضية جميلة وتحفة. يعني الملاعب النهاردة الحمد لله كانت جميلة جدا وساعدت اللعيبة. ان هم يطلعوا اللي عندهم، رغم طبعا البدايه دايما بتبقى في تحفظ شويه. انما مباراه سيراميكا والمصري الشوط الاولاني طبعا كان من امتع الاشواط. صحيح، كان النهارده رائع جدا. طيب اسالك كمان عن السوبر المصري ان شاء الله في الامارات خلاص خلال ايام. مين موجود في اتحاد الكره او مين المفروض هتسافر كبعثه او رئيس بعثه من اتحاد الكره، او مش رئيس بعثه عفوا، مين من اعضاء اتحاد الكره؟ عشان سمعت ان في 4 اعتذروا عن السفر لهذه المواجهه. أنا معتذر عن السفر، ممكن في 3 أعضاء تانيين برضه معتذرين، المجلس هيبقى موجود. و يعني مجلس الإدارة مش لازم يبقى كلهم موجودين يعني في المباراة. يعني يكفي رئيس الاتحاد إنه يسلم الكأس للفائز، وإنما الموضوع مش مريح إن يبقى كل المجلس طبعا يبقى موجود، إن في أعمال تانية هنا في مصر لازم الناس تباشرها. الموضوع مش هام يعني ان كل المجلس يسافر. ولا عدد الدعوات قليله يا فندم؟ لا، مجلس الاداره ليه كل الدعوات. المجلس كله يعني الشركه الرايه محضره مجلس الاداره كله ده. العدد كله يعني اجمالي بالمدير التنفيذي كله. انما في ناس عندها ارتباطات هنا وفي مقابلات. فمش لازم كله يسافر. ماتش السوبر هيبقى طاقم تحكيم مصري ولا اجنبي؟ لا، اجنبي ان شاء الله. اجنبي محسوم، عشان كان في كلام ان هو ممكن يبقى مصري. غير محسوم. طيب فاضل كاس العالم ان شاء الله هيبقى فيها مباريات، والناس كلها بتسال، ما عندناش مانع ان احنا نلعب مباريات اثناء كاس العالم، بس كله قلقان انه يكون مواعيد المباريات اللي هتلعب في كاس العالم في نفس مواعيد مباريات كاس العالم كساعه يعني. هل عاملين حسابنا في هذا الامر يا كابتن عامر؟ لا، بقدر الامكان يعني. انا استغليت الايام اللي هي في بين الادوار اللي ما فيهاش مباريات وزودت فيها عدد المباريات. انما بالدور التمهيدي في كاس العالم بيلعبوا كل يوم فتره كلها. صحيح. فما فيش وقت فاضي خالص. انما راعيت اهميه المباريات وان ما فيش مباريات كتير تعدي على الجمهور المصري في المشاهده. ايوه، لان هم بيلعبوا 4 مباريات ورا بعض في اليوم، فمستحاله هتلاقي حاجه بينهم انك انت تاخد يعني حاجه بعيده عن الاربع مواعيد دول. هم بادئين من الساعه 12. يعني بيلعبوا 12 و3 و6 و9. فبالتالي انا عامل مباريات الساعه 3 و7 واخد المعادين دول. طيب كاس مصر الموسم الماضي هل حدد موعد نهايته؟ في فبراير ان شاء الله، في فبراير نهائي الكاس ان شاء الله. طيب كمان عايز اسالك عن التاهل للبطولات الافريقيه الموسم القادم، هيكون نظامها عامل ازاي يا فندم؟ يعني ان شاء الله هنكون خلصنا بقى في شهر 6 الميعاد الطبيعي بتاع العالم كله. فهتبقى الامور كلها محدده، الدوري فهيبقى متحدد مين الفرقه اللي هتوصل. انما برضه محطوط في الشروط نفس الموسم اللي فات. يعني لا قدر الله حصل اي ظروف هيبقى برضه بنفس الكلام، ان هو بنتائج الدور الاول. كابتن الكبير كابتن عامر حسين، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. دايما كابتن عامر طبعا جاهز بالمعلومات. يعني ما يرد على طول عشان هو راجل شاطر طبعا بصراحه. طبعًا. يعني عشان بقى امين يعني.